اليوم هاد المواطنين والمواطنات ديال سكان حي التوامه جايين كيحتجوا على المشكل ديال الغلاء ديال الفواتير ديال الماء الصالح للشرب. كاين الناس اللي جاتهم 8000 10000 بالاضافه للمشاكل اللي عندهم ديال القطاعات ديال الماء طيله هاد المده هادي بحال كيخلصوا الهواء فقط، وبالتالي هما جايين كيحتجوا اليوم على هاد المشاكل اللي عندهم. لا يعقل باش الاسر اللي هي فقيره والخدامه والعمال اللي في الفرن كيجيو ويلقاو 8000 ريال 10000 ريال 6000 ريال في الفاتورات ديال الماء وعلى الشهريه. اذا هذا مشكل بالاضافه للقطاعات ديال الماء المتكرره خلال هذه المده هذه وما زالت اليوم كيتبرروا وكيديروا التبرير بان كاين الجفاف. وكيفاش يعقل الجفاف في الضيعات الفلاحيه هنا كتستنزف الماء صباح وعشيه وفي كل وقت والسكان ما كيلقاوش الماء ما كيشربوش؟ السكان الفقيريين ما عندناش الماء اصلا، ما عندناش الماء ما كيكونش الماء، كيطرقوا لنا ديك الهواء كيطرقوا لنا ديك الماء كيدور لنا كاع حشومه هاد الناس. ومن الماء ما كاينش والماء مهرس في القوادس الزرقاء وما كاينش اللي راقب ما كاينش تعبار في الماء ما كيعبروا الماء ما كيعبروا الضو ما كيعبروا حتى حاجه كيقدروا كيحطوا لنا 54000 ريال هادي في الضو. المواطن يا عباد الله خدام على الحشومه حنا خدامين على كبير ما عباد الله 1400 كيبغي لنا نديروا لها ملي تجينا 8000 بعد الماء قولوا اش غناكلوا؟ ما بقينا ناكلوا حتى حاجه حنا غنقابلوا على الماء والضو. ملي كانت 3 شهور كانت كتجينا 50 درهم ودابا ملي ولات من شهر لشهر ولات جينا 8000 7000 هذه راه السرقه وكوكا عباد الله. اللهم انا هذا منكر.